السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى واليوم بفيديو جديد. اليوم يا شباب واخيرا جيت لكم بمود جديد، والمود يعني صراحة راح تنصدموا منه، مود كثير مطلوب، مود كثير اسطوري، مود يعني ممكن افضل مود باللعبة صراحة. بس قبل ما افرجيكم المود اللي انتم شايفينه اصلا بالفيديو بالصورة المصغرة، حط لايك واشترك بالقناة، وصل فيديو 70 لايك، غير 70 لايك انا ما بقبل. هاي الفترة بدي ابلش انزل مودات وانزل كل شيء، بدي استمر بالتنزيل، اوكي؟ فزي ما تشوفوا المود اللغة العربية واخيرا، ومود اسطوري. لا تفكروا انه بس هاي القائمة، كل اللعبة معربينها. فصراحة انا بشكر جهود اللي عملوها صراحة، نسيت اسمائهم، بس والله شكرا لكم وسمحتونا بفرصة ان نطلع على اللعبة هي بالعربي. فاول اشي زي ما تشوفوا هون بالقائمة، طبعا راح اشرح كل شيء بالعربي واشرح كل شيء بالانجليزي حتى تفهموا، فهمتوا؟ حتى يعني تحفظ كل واحدة الايش. هسه الالعاب، معدل اعدادات دورة تعليم، هاي انه الاولى العادية، المعدل هاي زي انك تعدل، فهمت؟ بس مش عارف ليش هيك مسمينها اعدادات، هيها كل اشي مترجمينه، فهمتوا كيف؟ فرجوع خلينا ندخل على الالعاب. شوفوا محافظات، سجل شوي، بدي اكتب سجل حفظ، لعبه جديده، عصر الحضارات، دوره تعليميه وهكذا. فخلنا نشوف سجل حفظ، هاي السجلات او اللعبات اللي كنت تحافظها، لعبه جديده انك تبلش لعبه جديده، عصر الحضارات هاي زي يعطوك اي لعبه عشوائيه، فهمتوا كيف؟ من اي عصر باي دوله. دوره تعليميه هاي معروفه، توتوريال. الانجازات هون كل انجازاتك مع كل الدول، فكثير مفيده. فهسه لعبه جديده، اول اشي راح تلاحظه هاي القائمه اللي على اليمين والقائمه على اليسار. القائمه اللي على اليسار هاي اللي هي حضاره عشوائيه مبينه، وخليني ابلش اكمل شرح. هسه هون بعطيك نظام الحكم وين، وهون المحافظات، وهون اضافه لاعب، هذول الاشياء المترجمه والدبلوماسيه والصعوبه، اوكي؟ هسا نظام الحكم مثلا بإسبانيا ملكي، بمصر ديمقراطية، بالسعودية ملكي، بالعراق ديمقراطي، اوكي، بأمريكا جمهوري، هاي وقت على دونالد ترامب. وعجبتني شغلة طلعوا فوق كيف مترجمين الاسم، تواليت بيبر، اسم يعني اسم على مسمى ما شاء الله. المهم وبتلاحظ كمان انه في هون اهرامات الجيزة، فما راح تزهق ابدا من اللعبة. في هاي، وفي عند كل مملكة او كل دولة تاج بيعبر عن نظام الحكم فيها. شايفين هذا التاج اللي عند نظام الحكم؟ هذا النظام، هذا بتلاقيه هون عشان تعرف شو نوع الحكم عند هاي الدولة، فهمتوا كيف؟ وحركة اسطورية كمان منهم. هسه لسه انت مفكر انه خلصنا؟ في هاي الخيارات، زي ما تشوفوا هاي كلها نوعا ما يعني كلها معروفة. بس مقياس الخريطة، هاي انه قياس الخريطة الافتراضي، هاي انه ملهاش داعي. اللي بعديها بفرجيك اللاعبون، هاي العالم الحديث بفرجيك المود، الهيمنة او شروط الانتصار. شروط الانتصار زي ما تخلص اللعبة، بالخيار الأول مقاطعات المسيطر عليها، مثلا لما تحتل 100% من العالم تخلص اللعبة، لما تسيطر على 17% من العالم تخلص اللعبة، وهكذا. هسه حدد جولات، اللي مثلا بيكون عندك كذا جولة حتى تخلص المهمة. المستوى التكنولوجي يعني بتاخذ مستوى من التكنولوجيا، فهمتوا كيف؟ المهم البعديها الصعوبة، البعديها ضباب الحرب، هاي عشان نشوف إذا الجنود مبينين وهيك. لو حطيتها استكشاف هاي أسوأ شغلة، لا تحطها استكشاف، ما ببين عندك أي حدا. كلاسيكي هاي أحسن شغلة، حطها دائما حتى إنه يكونوا مرئيين نوعا ما الدول وهيك. إطفاء هاي إنك بتشوف جنود الأعداء وكل شي، مش حلوة. سرعة اللعبة هاي السرعة تبعت اللعبة. العدوانية هاي كل ما تزيدها الدول بيكرهوا بعض أكثر، كل ما تقلها الدول ببطلوا يكرهوا بعض كثير. درس الدبلوماسية هاي هون بتقدر، رح أعمل لها شرح، أوكي؟ بتقدر تعمل العلاقات بين الدول، بعدين بعمل لها شرح الفيديو الجاي بتوقع. هون مكان عشوائي
يعني بمكان العاصمة عشوائي في في الحضارة، فهمتوا؟ يعني بالأردن بتلاقي مثلا عاصمة المفرق مثلا ملي عشوائي، إنه الحضارات بتكون مكانها عشوائي، خلط الحضارات، يعني كل الحضارات مكانها عشوائي، ممكن قديمة أو جديدة. وضع الغش هاي تبعت الهكر، وضع المشاهدة هاي زي ماينكرافت سبيكتيتور، إنك بتشاهدهم بيلعبوا بس ما بتلعب. استعمار محافظات الفاحلة هاي إنه زي المناطق يلي ما بتقدر تسيطر عليها، يلي ما بتكون لحدا، هاي هي قصدهم، إنك لو تسكرها ما بتقدر تسيطر عليها، لما تفتحها هيك بالأخضر تقدر تسيطر عليها. محافظات محايدة إنه بيكون في ناس محايدين بالحروب وزي هيك. حرب أبدية اللي هي ما في لغة سلام، هي مكتوب ما في سلام بلغتهم، يعني بس بيظلك قاعد بالحرب هاي 24 ساعة. المهم في كمان أشياء بدي أشرح لكم إياها، مليان أشياء هون تحت. لا مش هون، هون تحت بدي أشرحهن. نقل اللي هي نقل الجنود، تجنيد إنك تجند جنود، المزيد أول واحدة بتبني قلعة، الثاني برج مراقبة، بتوقع كلنا بنعرف شو هذول، ورشة عمل هاي إنه بتزيد لك الدخل، فهمتوا كيف؟ فبتبنيها. المكتبة إنه بتزيد لك التكنولوجيا، ترسانة اللي بتساعدك، كل هذول يعني. المهرجان هذول المراسيم اللي هم الاحتفالات اللي تعملهم للدولة مثلا، أو مش كلهم احتفالات، مثلا مهرجان اللي عشان تزيد السعادة عندك بالدولة، استيعاب اللي هي هاي مش عارف صراحة، استثمار، وهاي كلهن أمور خاصة بالاقتصاد. هون تجنيد وحل الجيش، إنك تشيل الجنود، ونهب إنك تلهب المكان، فهمتوا؟ حتى ما يضل فيه إشي وما حدا يسكنه. محافظة تخلي هاي إنه تبطل لإلك، ما في حدا حيستخدمها. المهم فخلنا نكمل، صراحة أنا تعبت بس لازم أكمل. هسه هون فوق أي هون كمان بدي أشرحهن. هاي هون الأولى محافظات، الثانية عدد سكان وهيك، جيش، الاقتصاد، التكنولوجيا، متوسط التنمية، وفي شرح لهم التضخم، التعب من الحرب، السعادة، الاستقرار، المرتبة، الحكومة ونظام الحكومة والصعوبة، كل هذول الأشياء موجودات هون بهذا الشريط. في هاي الدبلوماسي، لا وضعيات الخريطة، في سياسي أو جيش، إنك تشوف الجيش اللي عندك، أو الدخل، أو عدد السكان، أو التكنولوجيا، أو الاقتصاد يلي هي الصناعات، التنمية يلي هي التكنولوجيا، استقرار المحافظة، والبنايات، والأمراض، والمسافة عن العاصمة، وعدد السكان القابل للتجنيد، ونوع التضاريس والإمدادات، وفي السعادة، وفي عدم الاستقرار، ما في عدم الاستقرار يلي هي هاي اللي بيجوا ضدك، ريبيلز بسموهم، الحكومات، مناظر المنظر الإمبراطوري، هاي زي هيك يعني، أنوية يلي هي بس بفرجوك أنت، قيمة المحافظات، كم نجمة، الدبلوماسية، وبس خلصنا وضعيات خريطة وخلصت أحكي لك وأصحوا فيه، بس هذول خلص معروفات. المهم وأخيرا خلصنا، ممكن كمان أعمل جزء ثاني هيك، أنا شبه شرحت كل اللعبة صراحة، مش قادر أكمل، تعبت، ظهري صار يوجعني، وريقي لي شيف مش قادر أحكي، وأنا بتغطي تحت حرام والجو شوب. فيعطيكم العافية، بحط لايك واشترك بالقناة، وصلوا الفيديو هذا 70 لايك، وبدي أنزل كمان مودات بالفترة القادمة، واحكوا لي رأيكم عن المود، وبدي أذكركم بدي أعمل حلقة اسألني الفيديو القادم أو اللي بعدي، فأكتبوا لي أسئلة، عشان حتى الآن بالمنتدى مش مجمع أسئلة بما فيه الكفاية، فاسألوني هون بالفيديو. وبس مع السلامة.